النهارده كمان هنشوف جماهير النادي الاهلي كالعاده، جماهير النادي الاهلي العظيمه بتملا استاد القاهره، وانا متاكد انها هتفضل تشجع لاخر لحظه، وده هيدي دافع كبير جدا جدا لفرقه النادي الاهلي النهارده في كل ثانيه في المباراه. نتذكر تاني مباراه الهلال السوداني، فضل بعد ربنا وتوفيقه كان لجماهير النادي الاهلي. مباراه نهائي كاس مصر امام بيراميدز، شفنا دور الجماهير العظيمه دي كان ليها ايه؟ كان ليها الدور الابرز، الدور الافضل، لان دي افضل جماهير في الكون. افضل جماهير في الكون. فاكرين حضراتكم ماتش بيراميدز؟ لما بيراميدز اتقدم على النادي الاهلي بهدف، شفنا الهتاف اللي بيحرك الصخر في استاد القاهره من الجماهير، برغم ان العدد كان 10,000، بس 10,000 بمقام 100,000. كانت بتهز اركان الاستاد. خمس دقائق او اربع دقائق وشويه، النادي الاهلي دخل في اجواء المباراه وجاب جول التعادل، وبعد كده حقق الفوز بقى في الاكسترا تايم في الوقت الاضافي، ووقف على منصه التتويج، والجماهير لم تفقد الامل ثانيه واحده حتى بعد ما بيراميدز جابت جول في النادي الاهلي، والجميع فرح فرحه كبيره جدا 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 ببطوله الكاس. هو ده النادي الاهلي، هي دي جماهير النادي الاهلي. لما بنحتاج، احنا على فكره محتاجين جماهير النادي الاهلي في كل وقت، كلنا كلاعيبه وكمسؤولين كل المنظومه محتاجه دعم ومسانده ومؤازره جمهور النادي الاهلي في كل وقت، ولما بتحتاج لهم بتلاقيهم وراك. بتلاقيهم وراك ايه؟ بتلاقيهم سابقينك مش وراك. جماهير النادي الاهلي العظيمه بتلاقيهم سابقينك، ده انت اللي تجري وراهم عشان تحصلهم بكل قوه. الدعم والمسانده والمؤازره، وهم عندهم ثقه في اللعيبه بتاعتهم. لعيبة النادي الأهلي محظوظين بصراحة، كلنا كلعيبة انتمينا للنادي الأهلي، كلنا محظوظين. أولا محظوظين للعب في النادي الأهلي العظيم، محظوظين جدا 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 بهذه الجماهير العظيمة اللي ورانا في كل مكان، على الحلوة وعلى المر.